اندلعت اشتباكات عنيفة خارج ثكنة عسكرية بمدينة إيجوالا المكسيكية التي شهدت اختفاء 43 طالبا، أشار الدلائل إلى أنه تم قتلهم وحرق جثثهم. ووقعت الاشتباكات خلال مظاهرات قادها طلاب مع قوات الجيش والشرطة في إيجوالا وكذلك في مدينة أكابولكو الساحلية، والمدينتان تقعان في ولاية غوريرو جنوب غرب المكسيك. وفي إيجوالا هجم المحتجون الثكنة العسكرية يوم الاثنين واستخدموا شاحنة لتحطيم إحدى البوابات لفتح طريق لاجتياح المنشأة العسكرية، وألقى المحتجون الغاضبون الحجارة والزجاجات على الجنود الذين ردوا بإطلاق الغاز المسيل للدموع. ويعتقد المتظاهرون أن الجيش متورط في قضية اختفاء الطلاب التي تعود إلى أواخر سبتمبر الماضي. زعيم رابطة المعلمين بغوريرو والتر إيمانويل أنورفا: كان علينا أن نكون هنا في الثكنة العسكرية للمطالبة بفتحها. هناك مؤشرات على أن الجيش شارك في اختفاء زملائنا 43. جئنا لمطالبتهم بفتح البوابات. نحن نعلم أنهم يستطيعون تخبئتهم كيفما شاءوا، لكننا لن نتراجع. والمطالب بمعرفة مصير المعلمين المتدربين أحرجت الرئيس إنريكي بينانياتو الذي كان قد تعهد بالقضاء على الجريمة المنظمة التي حصدت أرواح نحو 100,000 شخص منذ عام 2007، كما أثارت القضية غضبا شعبيا ضد الحكومة التي تقول إن الطلاب اختطفوا على يد شرطيين فاسدين مساء 26 من سبتمبر، ويحتمل أن تكون عصابة محلية لتجارة المخدرات قد قتلتهم وأحرقت جثثهم وألقت بالرماد في أحد الأنهار. وتم التعرف على هوية جثة أحد الطلاب المفقودين، وتتهم الحكومة حاكم مدينة إيجوالا السابق وزوجته بالتدبير لعمليات الخطف والقتل بالتواطؤ مع العصابة، وتحاكم زوجة حاكم المدينة حاليا بتهمة التورط في جريمة منظمة. رحاب علاء، رويترز.